للمزيد من النقاش والرصد والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. برحب بحضرتك معنا أستاذ دكتور عصام. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا يا فندم. يعني بنتحدث عن أسبوع استهله السيد الرئيس بالعديد من الزيارات وشهد العديد من الافتتاحات لعدد من المشروعات الخاصة بحياة كريمة وغيرها من المشروعات، وأدار حديث مطول مع المواطنين خلال هذه الزيارات. كيف قرأت ذلك؟ حضرتك احنا المشهد كله لو بصلنا له كده يعني كبانوراما بنقدر نعرف انه القيادة السياسية المجهود العظيم والجبار اللي بيحصل، ولما بنقول انجازات يعني اهم الشر بقى وناس كتيرة بتتريع على الكلام ده او ما مش عاجبها الكلام وده طبعا هم احرار وبيدينا فرصه اكتر ان احنا نسلط الضوء. حياتك احنا هنربط المشهدين ببعض، حدث الاربع وحدث الخميس، الزياره لحياه قريه الابعاديه في حياه كريمه، ثم يوم الخميس الانتهاء بالمواني او تحديث وتطوير ويعني هنقول ايه اعجاز في الميناء الجديد الاسكندريه. هنلاحظ هنا ان الدوله شغاله على كل المحاور، شغاله على اصلاح القديم، الاهتمام بالمواطن المصري، الذهاب الى القرى المهمشه، تحديث القرى على احدث اسلوب، وشفنا ده من انطباعات المواطنين في لقائهم مع فخامه الرئيس اللي كان موجود هناك، وتلاحمه مع الشعب وزيارته حتى لدار مصدين المنوره، زيارته الى كل ما تم تحديثه من بريد ومن هذه المناطق، ثم ننتقل الى المستقبل يوم الخميس. ان احنا النهارده مصر بتشتغل على كيف تستفيد من موقعها الجغرافي المميز جدا والذي اهمل على مدار 50 عام سابقا، وده بيخليني اقول ان ما نحن فيه الان ولولا ما تم على مدار الثمان سنوات اللي فاتوا في مصر كان هتكون الازمه عندنا يعني انا مش متخيل كان ممكن تكون شكلها ازاي. نعم. الحقيقه احنا امبارح انا كنت في منتهى الفخر وانا بشوف بلدي بتتحط على خريطه الدول العظمى في تجاره الترانزيت وتجاره المواد، وازاي الربط فظيع ما بين استغلالنا، وده اللي كنا حتى احنا بنتكلم فيه من زمان ولكن لم يكن هناك في اراده سياسيه في الموجوده الان في تنفيذ هذا، لانها بتتطلب مجهود، ودي احد رسائل سياده الرئيس امبارح لما قال لازم نشتغل ونشتغل ونشتغل. ربما رصدت معنا يا فندم دكتور عصام بالامس يعني السيد الرئيس وهو يشهد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالاسكندريه انه يعني اكد وشدد على ان مصر تستطيع ان تتغلب على جميع التحديات التي تواجهها بفضل تكاتف الشعب مع الدوله، وان مصر في حاله حراك في حقيقه الامر سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي. حضرتك انا مش عايز اقول تكاتف بس، انا سياده الرئيس برضه سلط ضوء التكاتف والعمل المستمر من كل فرد في الشعب، لانه احنا عايزين يعني نغيب شويه عن سياسه ان الدوله والشعب هم الحقيقه دي مفهوم من زمان كان من ايام الاستعمار يعني، لكن احنا كلنا حاجه واحده. 105 مليون، ال 105 مليون لو عندنا ال 105 مليون اشتغلنا بجد واجتهاد وقدرنا نبقى نزود الناتج الوطني المصري اكيد كلنا هنستفيد، اكيد كلنا هنتغلب على هذه الازمات. يعني نتكاتف ونعمل، مش نتكاتف وننتظر احنا مع الدوله بس منتظر الدوله، لا احنا لازم نفهم ان الدوله هي القياده، فخامه الرئيس والقياده السياسيه الموجوده بيقود القاطره بمنتهى الحرفيه في ظل ظروف صعبه جدا، في ظل ظروف مش عايز اقول حروب لكن عايز اقول الحقيقه يعني اشياء لا يعقل من الخارج، لانه مش عايز مصر توضع على الخريطه. انت متخيل حضرتك لما احنا بنتكلم كمان على مينا ابو قير اللي هيتعمل، وانه المينا ده هيبقى عمقه اكثر من 22 متر ولا يوجد في العالم مثيله الا في اسبانيا، كده انا بتيح للمراكب العملاقه انها توصل، وكمان استخدام كل الخبرات ايضا او الخبره المتقدمه الاجنبيه زي ما شفنا شركه سي ام ال موجوده في الاداره بالامس. يعني اذا انا بروح لخريطه عالميه مختلفه، هل ده مش هيدينا احنا كمصريين في الاخر مردود جيد جدا اقتصاديا؟ بالتاكيد صحيح، لانه كده احنا بنعرف نستغل ازاي اللي احنا كنا بنقوله، عندنا موارد بس احنا ما عندناش استغلال لده
لما يكون عندنا بقى قيادة سياسية تعمل ده في ظل ظروف صعبة، أنا بقدر أقول إنه مش إنجاز ده إعجاز. دورنا إحنا بقى لابد أن نتكاتف ليه؟ علشان أنا الفايدة اللي هستفيد منها، لو أنا هستفيد منها بعد 3-4 سنين بتكاتفنا وعملنا جميعا في كل القطاعات، حضرتك أنا أقدر أجتازها أو كمستر يعني تقدر إنها تجتازها في فترة زمنية أقل. وعايز أروح كمان لنقطة تانية، حضرتك امبارح إحنا كنا بنتكلم في قطاعين أو في جزئيتين في محافظتين اللي هي البحيرة واسكندرية. نعم. خلي حضرتك إن هذا العمل لو إحنا وسعنا الرؤية شوية ده بيتم في جميع القطاعات وفي جميع مناطق الجمهورية كلها. يبقى إذن لازم إن إحنا نحط إيدينا في إيدي القيادة السياسية، لازم نشتغل بعمل دؤوب جدا ونواصل ليل بالنهار، لأنه في الآخر محدش هينفعنا غير نفسنا، كل الدول بتشتغل على مصالحها. وبالتالي لازم محدش هينفعنا غير لما نتكاتف مع بعض كمصريين، وامتداد ل30/6 لازم نكون في تكاتف كامل في عمل دؤوب. يمكن السيد الرئيس دكتور عصام تحدث أيضا عن ضرورة الاستمرار في العمل الدؤوب، وأكد ضرورة العمل على تقليل الفجوة الدولارية من خلال يعني ربما زيادة الإنتاج لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات لتقليل الاحتياج للدولار أيضا. تمام حضرتك، ده الحل الأمثل النهاردة إلى أن أنا أقدر أن أنا أتغلب على المشكلة الموجودة، ودي برضو دي الرؤية الاقتصادية الصحيحة للمستقبل. لكن هرجع أقول حضرتك زيادة الإنتاج هتكون بلا إحنا كمصريين، وخصوصا كمان أن نهج القيادة السياسية هو أن بتشوف إيه المشكلات، وده دليل الحوار الوطني. الحوار الوطني الجميع بيتكلم، الجميع بيضع أطروحات، ولكن إحنا نفسنا وزي ما كان كده سيادة الرئيس بيقول أن لما يعني أقترح اقتراح لازم يكون هذا الاقتراح مبني على دراسة وقابل للتنفيذ، بدليل انه في كذا مداخله مع المتحدثين في الافتتاحات، خامه الرئيس قال تعالوا هاتوا اللي انتوا عايزينه وتعالوا نفذوه وانا في ظهركم. يعني ما هو انا سهل ان انا اقول حلول، ده انا اقعد اقترح وانظر او اعترض على ما انا فيه، ولكن هل انا براعي امكانيات الدوله؟ نعم. بحاول ان انا اتغلب عليها باساليب مبتكره، هو ده السؤال. صحيح. لما نيجي وكان له العديد من الإجابات الواضحة والدقيقة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بكل تأكيد أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.